بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة اليوم طبعا تكملة لقواعد النطق، تكملة للحصص السابقة. طبعا سبق وأخذنا حرف الأ وحرف الإي وحرف السي وحرف الجي. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ 3 حروف أيضا، لحرف الآي وحرف الجي وحرف الكي. ونبدأ إن شاء الله بحرف الآي. إذا أتى حرف الآي في أول الكلمة فإنه ينطق مثل الألف المكسورة، مثل كلمة حبر، إنك إنك، إسلام إسلام إسلام، يشمل إنكلود إنكلود. تلاحظون الآي صارت ألف مكسورة، إنك إسلام إنكلود. طيب نروح للي بعده. عندما يأتي حرف الآي في وسط الكلمة لا تنتهي بحرف الإي، يعني في كلمة فيها آي بس ما مين موجودة في آخر الكلمة حرف الإي، فإنها تنطق مثل الكسرة القوية. For example مثل قلم رصاص، بنسل 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 بنسل. يجلس، ست ست ست. تلاحظون انها صارت زي الكسرة القوية. طيب عندما يأتي حرف الآي في وسط الكلمة آخرها حرف إي، يعني تكون في وسط كلمة آخرها حرف إي، فإنه ينطق آي. For example مثلا مثل موقع، سايت سايت. لدغة، بايت بايت. لدغة، بايت سايت، موقع. توكل على الحرف الثاني وهو الجي. عندما يأتي حرف الجي في أول الكلمة فإنه ينطق دج دج. For example مثلا جاكيت جاكيت، اللي هو جاكيت جاكيت جاكيت. طيب برطمان، جار جار جار. طيب نروح للحرف اللي بعده. عندما يأتي حرف الان بعد حرف الكي فإن حرف الكي لا ينطق أبدا، هذه خذوها قاعدة، دائما حرف الكي تيجي أول الكلمة بعد حرف ان فإن حرف الكي لا ينطق. For example like يعرف، no no. For example I know، أنا أعرف I know. طيب كلمة سكين مثلا مين موجودة هنا، بس كلمة سكين نايف. وهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آسف على الإطالة، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.